السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ وياكم علي هادي علي. اليوم راح اراويكم وسائل النقل في برلين. هذا حاليا المترو اللي موجود في برلين تقدر تستخدمه بشكل مجاني، مع العلم انه هو لازم انت تدفع سعر التذكره اللي راح تصعد بيها القطار. تلاحظ انه ماكو شرطه، ماكو مراقبه، فقط تعتمد على ثقافه الانسان نفسه. ممكن ان هو يشتري التذكرة من هذه الاماكن ويصعد مباشرة، او يقدر ان هو مباشرة يصعد بدون اي تذكرة. فتشوف الناس هنا كلهم يستخدمون التذكرة ويصعدون، مع العلم ماكو اي مراقبة، ماكو اي خلينا نقول اشخاص مسؤولين على الكنترول او هذه البطاقة اللي تستخدمها. فنحن ايش راح نسوي هسه؟ راح نشتري التذكرة، اريد نوصل لهذه المحطة فنشتري تذكرة لرحلة واحدة. نختار اللغة الإنجليزية. أنا أريد منطقة A B، اختار رحلة واحدة اللي هي 2 يورو و80. الفلوس نخليها في هذا المكان. اوكي، ليش رفضها؟ عرفت ليش سبب الرفض. هنا العملات اللي يطلبها 5 يورو و10، فأنا بدي أستخدم 20، بحاول أصرفها وأرجع لكم مرة ثانية. لازم أصرف لأن كل المبالغ اللي عندي هي من فئة 20 يورو، فبحاول أصرف وأجي أستخدم الصرف. خلينا نأخذ تيك تاك ورحلة واحدة. هذه التذكرة فنستخدمها أعتقد بهذه الطريقة. هاي محطة رقم 2، يعني راح ننزل بعد المحطة الثالثة. وصلنا للمحطة رقم 3 وراح ننزل هسه. هاي المحطة رقم 3، هنا مثل ما شفتوا محل سألنا على البطاقة، محل سألنا على التذكرة. هذا المخرج، هذا المخرج اللي نشوفه. بس هذا الشيء يكون وصلنا للمشهد، موجودة عندنا البطاقة. اوكي، هسه راح نروح للمعرض. فمع السلامه.